تداولت مواقع إلكترونية رسالة ناشطة يمنية وجهتها لزعيم الإنقلابيين عبد الملك الحوثي، وبخت فيها عما آلت إليه الأمور في اليمن وحملته المسؤولية. وقالت حنان عبد السلام الشرفي في رسالتها إن اليمنيين عاشوا عقودا متسامحين من دون عنصرية اجتماعية أو تمييز ديني إلى أن احتل الإنقلابيون العاصمة وتسببوا بالدمار والفساد في عموم البلاد، داعية الحوثي في رسالتها إلى إيقاف الحرب التي تسببت بالجوع في كل اليمن. وفي السعودية نشط هاشتاج تفاصيل البدلات مع داود بالتزامن مع لقاء أجراه الأستاذ داود الشريان على شاشة الام بي سي، جمع فيه كل من وزير المالية إبراهيم العساف ووزير الخدمة المدنية خالد العرج ونائب وزير الاقتصاد محمد التويجري. وفي لقاء مع العربية أكد مقدم برنامج الثامنة الأستاذ داود الشريان أن اللقاء حظي بجرأة غير مسبوقة. نتابع. قل لي الحقيقة، صادمة مزعجة زي ما قال العرج، قال في الحوار ما يعني إجابات فيها أنا أعتقد أنها كانت صادمة، كان مفروض يقولها في قضايا تتعلق بوزراء آخرين. فخلينا نشوف الليلة، وهو حوار مهم وطويل وفيه تفاصيل كثيرة، ثم وهو على فكرة الليلة سيجيب على أسئلة القطاع المدة الطويلة من البرنامج هي موجهة للمواطن والموظف العادي. حملة على تويتر بدأها الناشطون في مصر لمقاطعة شركة مشروبات شعير، عرضت إعلانا يؤكد أن حلم أي شاب هو الإعفاء من الجيش، فاتهمها بعض النشطاء بأنها تحرض بالإعلان على الجيش وتقلل من شأن الخدمة العسكرية، مطالبين بمقاطعتها. ضغوط الناشطين اضطرت الشركة إلى حذف الإعلان من فيسبوك. وفي المجال الرياضي، عقوبات سيتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي، وذلك في حال التحدث لوسائل الإعلام أو التصوير داخل المعسكرات عبر سناب شات، وذلك وفقا لما نشرته الرياضية التي نقلت عن مصادر أن الهدف هو توفير أجواء مناسبة للاعبين والابتعاد عن كل ما يؤثر عليهم خارج الملعب، خاصة بعد تصدره ترتيب دوري كرة القدم. الفنان الجزائري العالمي الشاب خالد يعيد غناء أغنية للفنان السعودي محمد عبده، ولكن بشكل جديد. صحيفة عكاظ نقلت أن أغنية وحدة بوحدة لمحمد عبده التي أثارت جدلا كبيرا عند طرحها قبل سنوات انتقلت إلى الشاب خالد، وصورت الأغنية فيديو كليب بين فرنسا وتركيا. ونحن مع الجمهور ننتظر العمل للمقارنة بين محمد عبده والشاب خالد. وحدة بوحدة وانت